النور كمان من عيون راغب ابو محمد عيون الغرسان ابا الغرسان لعيون محمد ابو راغب من سماء تركيا لسماء اسطنبول لعيون شاعر الراغب والغني راغب ابو محمد شد عالمدينة المدينة ودينا عالمدينة لا شاهد نور الحضرة وحضة بحضرتنا بينا شاهد نور الحضرة وحضة بحضرتنا بينا عالمدينة المدينة ودينا عالمدينة لا شاهد نور الحضرة وحضة بحضرتنا بينا لا شاهد نور الحضرة أحبب جمال الهادي هو شغلي ومرادي أحبب جمال الهادي هو شغلي ومرادي غدا يوم الميعادي بالشفاعة ينجينا عالمدينة المدينة ودينا عالمدينة لا شاهد نور الحضرة وحضة بحضرتنا دينا لا شاهد نور الحضرة وحضة بحضرتنا دينا أمانة ما المدينة المدينة
ولحظة بحضرة نبينا نشاهد نور الحضرة لحظة بحضرة نبينا صلوا على محمد تملى السما والقاعي كل من ينده لجده وانا جد الرفاعي يا با وانا جد الرفاعي صلوا على محمد تملى السما Thank you.
اسمع اللي مخاك يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا ابن الرفاعي مدد جد الرفاعي مدد جد الرفاعي مدد ما تسمع اللي مخاك قبلت يد النبي الكريم اعطاك اعطاك يا رفاعي ويا يابا يا زعيم الاقطاب يا رفاعي ويا يابا يا زعيم الاقطاب وعمالي بقلبي صوابا عمالي ساكن ما تكيني احمد يا عز الديني ساكن ما تكيني احمد يا عز الديني ويا ذرويت المسكيني يا ذرويت المسكيني انا عليك السما والقاعي المنين دهلا جدو وانا جد الرفاعي الله حي شباب الكوزة شباب الحربانة رفاعي قد اجتلوا الحولة شباب البن زيدة حي الله الشباب والله حي الله نشامة وابو علي الصيادي ومنكم نريد امدادي ابو علي الصيادي منكم نريد امدادي وعلمحناها يا جوادي واحضر نسل الرفاعي يابا واحضر نسل الرفاعي Oh,
ابن الرفاعي مدى جد الرفاعي مدى جد الرفاعي مدى جد الرفاعي مدى ما تسمع لي انخاك قبلت يد النبي أوفوف حتى الكريم اعطاك إلا يا الله يا الحبيب يا الله الشباب على هذه الرقصة الجميلة وزفة العرسان. نشكر شباب ورجال بني زيد على هذه الرقصة الجميلة فردا فردا. الله حي العمام عمامنا البني زيد وزفة العرسان. فضلنا الساحة شوي. تحية العيون محمد أبو خالد شيخ الشباب. أهلا وسهلا بالأرسال. ها شوف طل الزهور ومن بينها طل النور. ها شوف باسم فرقة المعتصم بالله وباسم المنشد والاستاذ قتيبة سهتاني ابو احمد باسم صوت ومؤسسة النجار باسم وحدة وفيديو الناصر اجمل التهاني والتباريك للعرسان. الف مبروك لوالد العرسان. اي عرسان الشموع والهن الليلة عقبالكم
معلمه يا آل أحمد هواكم بالقلب علمه يموت يا عدولي كمد وبعلتك علمه عيوني ما عسعس الليل يا أهالي الزيادية إلا وفجركم علمه يا آل أحمد هواكم بالقلب علمه مت يا عدولي كمنت وبعلتك علمه عيوني شاءت تقادير ربي والأحبة رضوا حلوا ضيوفا وفي سوداء قلبي رضي ما نلتهم تسلوا جسمي وعظمي رضوا بحبهم كم فني عباد مع علماء عيوني أمان 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 يا با بعمري ما قلت لأحد كلا بعمري ما قلت لأحد كلا ولو صوتي من السهرات كلا ولا تحياتي للعرسان وضيوف العرسان كل أصيلي من جد من عالي النسب حبيبي يابا 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 صديقك إن تعزه كرام النفس في هالأيام عزه يا عريسنا والله يا عرسان يا عريسنا طلال ويا عريسنا مرشد إذا عزك صديقك إن تعزه كرام النفس بهالأيام عزه المرء مسكين المرء مسكين يا أخويا إذا ما مال عزه ما عدله لا صحابة ولا قراب يا عيني والله المرء مسكين إذا ما مال عزه ما عدله لا صحابة ولا قراب يا هلي يا هلي يا هلي عيني عيني يا العريس وانا جاي ابارك لك العريس
حسن حيلو ابن حلال من عيلة أصيلة وعالي العال حسن حيلو ابن حلال من عيلة أصيلة وعالي العال إن شاء الله يعيش وخلف عيال إن شاء الله يعيش وخلف عيال وأنا جاي شريط بابي أبكي وهل الدمع تيعاود أحبابي
الأجواد قلبي لكم مشتاق لما يطق بعاد مكحول العين والهادي لا صلوا عليه.
أيها الإخوة الأفاضل، يقول عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. والدعاء مع فضيلة شيخنا الشيخ عبد الناصر، فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم كما جمعتنا على ما يرضيك حل بيننا وبين معاصيك، واجعلنا إخوة متحابين متآلفين فيك، واقطع لكم كل قاطع يقطعنا عنك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ولا مقترا عليه في الرزق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك للعرسان وبارك عليهم، واجمع بينهم بخير، وارزقهم الذرية الطيبة الطاهرة، وآلف بين قلوبهم كما آلفت بين قلوب المؤمنين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا مبتلا إلا ورحمته، ولا ظالما إلا وقصمته، ولا مظلوما إلا ونصرته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا يا قاضي الحاجات، يا سامع الأصوات، يا مجيب الدعوات، يا مبدل السيئات حسنات، بدل سيئاتنا حسنات، والطف بنا وبالمسلمين فيما جرت به أقلام المقادير. اللهم اجز خير الجزاء لمن قام بهذا الحفل المبارك، ولمن شارك فيه، ولمن سعى فيه، ولمن خدم فيه، واجز خير الجزاء لكل من حضر برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا هذا الحفل بسر الفاتحة. ألف مبروك للعرسان، ألف مبروك إلى والد العرسان، زواجا ممدوءا بالحب والسعادة الأبدية. إلى هنا وينتهي هذا الحفل الديني المبارك الذي أحياه لكم فرقة المعتصم بالله بقيادة وإشراف منشد وكروان مدينة حلب الشهباء الأستاذ قتيبة الزيتاني أبو أحمد، باسم فرقة المعتصم بالله وباسم الأستاذ قتيبة الزيتاني أبو أحمد، باسم وحدة وفيديو الناصر للتصوير المرئي والتلفزيوني، وباسم الحاج علي الرشاد أبو جود، باسم صوت ومؤسسة النجار، وباسم مصطفى النجار أبو محمد شيخ الشباب، أجمل التهاني والتبريك للعرسان، ودامت الأفراح في دياركم عامرة، وتصبحون على خير.